أهلا من جديد مشاهدينا. إذا الآن نذهب مباشرة إلى أول ضيف معنا، والفقرة الأولى دائما عبر ضيف الصباح في صباح الشروق. نسعد جدا أنه نرحب بالأستاذ عمر إبراهيم عمر، مدير الإدارة العامة للمعارض والفندقة والسياحة في الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة. أهلا بك أستاذ عمر، وأسعد الله كل أوقاتك. مرحبا بكم، وأنا سعيد جدا أكون في هذا اليوم المبارك في ضيافة قناة الشروق. الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة دائما كانت تنحصر ما بين اثنين، فالآن نعرف كل السادة المشاهدين بهذه الشركة، ومن ثم نأتي لنشاطاتها وشراكاتها المختلفة. نعم، شكرا جزيلا. الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة هي الشركة الوحيدة المتخصصة في أعمال المناطق الحرة. هي تمتلك منطقتين حرتين في قري وفي بور سودان، منطقة البحر الأحمر الحرة. لها نشاط آخر وهو نشاط الأسواق الحرة عن طريق الإدارة العامة للتجارة، ولها نشاط في الصادر والاستيراد. أيضا لها نشاط كبير جدا في المعارض والمؤتمرات والفندق والسياحة. هذه هي ثلاث أنشطة التي تقوم بها الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة عبر مقرها في مدينة جاردن سيتي وبوري، معرض الخرطوم الدولي. طيب شنو هو دور الشركة وطبيعة الخدمة المقدمة لكل مواطن سوداني؟ الشركة من اسمها والأنشطة التي تقوم بها هي شركة تدعم الاقتصاد القومي من أنشطتها المعروفة. ومعروف تماما أنه المناطق الحرة في العالم كله هو من أهم الأنشطة في التجارة العالمية. هي تقرب البضائع والسلع، تكون غريبة من الأسواق، بيكون في فائدة للمنتجين وللأسواق لأن البضاعة تكون قريبة جدا، وبتكون هناك يعني سهولة لحركة البضائع من وإلى المنطقة الحرة إلى مناطق قريبة أو لدول أخرى. وهناك ميزات كثيرة جدا للمناطق الحرة، وهي أنه لا توجد أي رسوم، لا توجد أي جمارك داخل المنطقة الحرة، لا تدفع رسوم أو لا رسوم أو جمارك، لا رسوم أو جمارك إلا بعد خروج هذه البضائع من المنطقة الحرة إلى وجهتها. إذا كانت إلى داخل السودان تكون عليها رسوم، ودائما تكون مخفضة قليلا، لأن المنطقة الحرة في داخل أي بلد هي تستوعب بعض العمالة من البلد، تستوعب بعض السلع البسيطة، ولهذا تحفى جزئيا لأنها هي أضافت قيمة مضافة للمنتج وللبلاد. أستاذ، عندكم منطقتين حرتين، يعني منطقة في قري وفي شرق السودان بور السودان. طبيعة نشاطات هذه المناطق، ولماذا اختيار قري وشرق السودان؟ هذا سؤال مهم. المناطق الحرة دائما تكون في منطقة وسط لتكون غريبة من الأسواق. البحر الأحمر كما تعلمون هو يعني هو الممر المائي للسودان، يعني هناك أسواق غريبة لأن المنطقة الحرة لا تخدم البلد فقط، يعني مثل المناطق الحرة في دبي، في سنغافورة، في كثير من البلدان. المنطقة الحرة تكون دائما في بلد، في منطقة متوسطة يستطيع أن يخدم الدول الأخرى. وهناك ميزات كثيرة داخل المنطقة، تأتي الدول أو المنتجين أو المستثمرين ليقيموا صناعات مختلفة وخدمات مختلفة وسلع تكون متواجدة ومتوفرة وتكون قريبة من الأسواق. هذه يعني تخفض تكلفة المنتج وكذلك المستهلك، وتضمن وجود البضائع دائما يعني في متناول الأسواق. وإذا استفاد المستثمرون والمنتجون من المناطق الحرة لن تكون هناك يعني مشاكل في عدم وجود سلع، لن تكون هناك ندرة، لأن السلع دائما موجودة وغريبة، وهي توفر الكثير جدا على المنتجين والمستثمرين. أيوة، على سبيل المثال إذا هناك شركة سيارات استوردت 1000 سيارة، هي لا تدفع جمارك لألف سيارة، تدفع جمارك فقط للكمية التي تريد أن تدخلها إلى السوق، فتدفع عن 50 عن 30، وبهذا هي يمكنها أن تكون لديها عدد كبير جدا من السيارات أو من السلع التي تتاجر فيها، وبهذا يكون السوق يعني مطمئن تماما أنه في أي لحظة هو يحتاج لهذه السلع المعينة هي ستكون غريبة جدا منهم. جميل. نحن يعني عاوزين نبسط المفهوم أكثر ونقرب الوجهة. نعم. لكل من يتابعنا الآن عبر صباح الشروق، باعتبار أنه نحن نخاطب مختلف شرائح المجتمع والكل يتابع الآن، يعني مفهوم المنطقة الحرة، كيفية البيع والشراء منها، كيفية الاستفادة منها لأقرب مواطن، يعني لكل الناس اللي عاوزة تستفيد. هي المنطقة الحرة يعني منطقة للصناعة وللتجارة، توفر فيها السلع والمنتجات والصناعات داخل المنطقة الحرة. دائما المنطقة الحرة هي منطقة فيها كل الإمكانيات والبنية التحتية للصناعات، يعني هناك مياه، هناك خدمات كاملة، هناك مخازن. اللي بيستطيع عمل في المنطقة الحرة هو المنتج أو المستثمر.
أما المواطن فهو المواطن يستفيد من بعد خروج السلع من المنطقة الحرة. وهو كيف يستفيد؟ يعني إذا أخذنا أي سلعة على سبيل المثال أو صناعة محددة وكان هناك احتياج دائم لهذه السلعة، المواطن بدون أن يشعر سيكون في تواجد دائم لهذه السلعة، لأن هو مجرد ما السوق يحتاج أو حصل طلب فالمستوردين أو المنتجين داخل المنطقة الحرة هم بيعملوا طوالي يعني دعم للسوق أو السلع تصل للسوق بأسرع ما يكون. عدم وجود المناطق الحرة إذا حصل أي سبب أو يعني هناك طلب زايد أي نعم صحيح إن شاء الله. فيعني المناطق الحرة هي مهمة جدا، هي تساعد المنتجين وحتى تقلل التكلفة على المستورد. يعني مثال قلت قبل قليل بأنه إذا شركة ما أو مستورد ما يمكنها يستورد كميات كبيرة جدا لأنه لا يدفع الرسوم الجمركية لكامل السلعة، فقط يدفع الجزء الذي يريد أن يذهب به للسوق. عدم وجودها يخلق فجوة كبيرة جدا. أكيد أكيد. طيب أستاذ عمر، في ظل ما نعيشه الآن من حالة اقتصادية طاحنة لربما يعني حلت لأجزاء معينة وبدأت الحياة تصير إلى طبيعتها، لكن نتحدث عن دور الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة في خدمة الاقتصاد السوداني، خدمة هذا الوطن في هذا التوقيت أو المرحلة القادمة بإذن تعالى. هذا السؤال جيد أيضا. هي المناطق الحرة يعني من أكبر الأنشطة الاقتصادية الآن في العالم كله، يعني هي توفر أولا يعني عملة حرة للبلدان للسودان، فأي مستثمر خارجي أو حتى مستثمر سوداني في داخل المنطقة الحرة يوفر المستثمر الخارجي، هو يأتي بمعدات يأتي بآليات ليعمل داخل المنطقة الحرة، وأكيد بيكون تكلفته أقل، فبالتالي بتقل يعني كميات النقد الأجنبي التي نحتاج لها يعني للاستيراد. المنتج داخل المنطقة الحرة دائما يستخدم جزء من المواد الأولية من خارج السودان وجزء من داخل السودان، فباستخدامه لمواد أولية ولعمالة من داخل السودان فهو يكون قلل تكلفة المنتج، وبالتالي بتكون إذا أنا استوردت هذا المنتج من الخارج حستورده كامل فحدفع مبلغ أكبر بالنقد الأجنبي، فهنا حيكون المكون الأجنبي أقل بسيط وإحنا نكون وفرنا عملة البلاد تحتاج لها. نعم. بدأ الآن الأعداد لمعرض الخرطوم الدولي. نعم. الدورة 37. ما الجديد والمختلف والذي يميز عن الدورات السابقة؟ نعم إن شاء الله. شكرا على هذا السؤال. حقيقة معرض الخرطوم الدولي الدورة الأولى كانت في العام 1978. استمرت توقف يعني يمكن عدد 3 أو 4 دورات لأسباب مختلفة قبل يعني يمكن 20 سنة أو أكثر. الآن الخرطوم الدولي معرض الخرطوم الدولي أو الشركة هي تحرص تماما على هذا المعرض، دورته تكون دائما في يناير من كل عام، وهذا الوقت وقت مناسب جدا لكثير من الدول لطبيعة الجو هنا في السودان، ولأنه وقت يعني في 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 المعارض أو في صناعة المعارض لابد تكون هناك يعني فترات بين معرض وآخر، فدائما بيكون مثلا معرض الخرطوم الدولي في وقت معرض القاهرة الدولي، معرض كانتون، معرض هذه المعارض تكون تفاوت في المواد حتى يتمكن المشاركين. ليه هذا التفاوت؟ لأنه المعارض هي أو صناعة المعارض هي أهم أدوات الترويج لكل السلع على الإطلاق. صحيح. هذا هو المكان الذي يأتي إليه المنتج ويبحث عن أسواق، ويأتي إليه التاجر أو المستورد ليبحث عن بضاعة أو سلعة جيدة لعمله، فهو يبحث عن توكيل عن سلعة جيدة، وذاك المنتج يبحث عن سوق جيد لسلعته. فهو المكان المناسب جدا. معرض الخرطوم الدولي هذه الدورة بإذن الله ستكون مميزة جدا. الدورة 36 السابقة كانت دورة جيدة، ولكن للأسباب المعروفة لدينا جميعا الحراك السياسي اللي كان موجود هنا في السودان قلت المشاركة الداخلية ولكن بنسبة بسيطة. يعني احنا جاتنا حوالي 16 دولة من الخارج، لكن كان المعرض تقريبا أكثر من 300 شركة وجهة محلية شاركت، وأكثر من 160 شركة من خارج السودان. هذا العام نتوقع أكثر، ويمكن يعني الآن الحجوزات اللي جاتنا من خارج السودان ومن داخل السودان هي حجوزات كبيرة جدا، نتوقع أنه يكون معرض متميز تماما حتى داخليا. كل الوزارات، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الزراعة، عدد من الوزارات مهتمة جدا، وكذلك الولايات في الاشتراك في هذا المعرض وإبراز كل ما يتميز به السودان من ثقافة وسياحة وإمكانيات للاستثمار.
بإذن الله تعالى. هذا ينقلنا لجانب آخر، مع ذكر حديثك عن الترويج والتسويق لما يتم من داخل المعارض المختلفة، نتحدث عن إمكانية الشراكات المختلفة، سواء كان الخبرات التي تأتي من الخارج الدول الخارجية تنخرط تدريجيا مع الشركات السودانية أو غيرها. فهذا المعرض هل سوف يكون حدث كبير جدا لتبادل الخبرات لتشبيك العلاقات أكثر؟ مؤكد، هو في المعارض دائما كل مشترك، يعني الشركات الكبيرة التي تأتي من خارج السودان أو داخل السودان هي لها هذا الهدف الذي تحدثت عنه الآن. المعرض معرض الخرطوم الدولي يعني من ضمن الأنشطة الموجودة فيه، هناك لدينا البيزنس سنتر، يعني مركز رجال الأعمال، يلتقي فيه المنتجين والعارضين ويلتقي به يعني الراغبين في الاستثمار أو الشركات التي لديها علاقات يعني مع شركات أخرى وتبحث عن الجديد أو مصادر لصناعتها أو لتجارتها، مصادر جديدة. فمؤكد أنه المعرض هو يفيد كل الجانبين، يعني هذه الشركات تدفع أموالا لتشارك في المعارض وتأتي بأفضل السلع التي لديها وتأتي بخطط كاملة للتعامل مع الأسواق، وأيضا كل مستثمر أو كل تاجر يأتي إلى المعارض هو أكيد بيبحث وهو عارف هو يعني إلى ماذا يحتاج، لهذا ستكون الفائدة أكيد متبادلة بين الطرفين. والدليل على أن هناك فائدة، كل الشركات التي تعرض عندنا في معرض الخرطوم الدولي أحيانا تحجز قبل يعني نهاية هذا المعرض، هم يحجزوا للمعرض القادم، ودي عادة. يعني الآن عندنا 5 صالات كبيرة، في 3 صالات حجزت تماما من أول يوم فتح فيه الحجز قبل يمكن عدة أشهر. حتى الأوت دور عندنا حوالي 10,000 متر مربع اللي هو خارج الصالات، الآن يمكن 50% حجزت، وإحنا متأكدين يمكن قبل نهاية شهر ديسمبر بيكون المعرض عن بكرة به يعني تماما حجز كل المواقع داخل وخارج الصالات. جميل، ما حمشي بعيد من النقطة دي. كثير جدا من الاقتصاديين بيتكلموا دائما عن تطوير الإنتاج، زيادة الإنتاج، تطوير المنتج، زيادة الصادرات وما إلى ذلك، بمحاور تهم المنتجين، تهم المستثمرين أيضا وتهم المنتج. ما الذي يحتاجه العمل تحديدا أستاذ عمر لإيجاد منتج أو منتج منافس، لإيجاد منافسة أيضا في سوق العمل، لإيجاد منافسة في الأسواق الجديدة وما إلى ذلك؟ وهنا يعني نتساءل عن الدور الكبير للشركة، يعني الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة في دعم هذا الجانب. المعارض هي يعني داحت أكبر أهدافها إنها هي تطور الإنتاج، وببساطة إذا أنت زرت أي معرض خاصة المعارض المتخصصة، يعني مثلا الآن عندنا المعرض زراعي التغني، بتجد انه الشركات العارضه هي بتعرض عليك افضل المنتجات، فانت ما دام في منتجات كثيره وشركات متنافسه، فالتنافس هو الذي شنو يطور الجوده ويطور الانتاج. ايضا المنتجين واصحاب المصانع لما يجوا للمعارضه المتخصصه هو يبحث عن اخر التقنيات في الانتاج، في الاليات، في التصنيع، في التعبئه، يعني دي كلها يعني الان شكل البضاعه بقى مهم جدا، التعبئه الامنه، التعبئه الصحيحه الغير مكلفه، دي كلها من الاشياء اللي بتوفر المعارض. اذا انت ذهبت الى بلد ما لتشتري سلعه معينه قد لا تجد الجوده التي تريد ولا تجد السعر الذي تريد، لكن عندما تذهب الى معرض متخصص فانت حتلقى اكثر من منتج وكلهم يتنافسوا بانهم يجدوا اسواق، فالتنافس دائما يخلق الجوده ويرفع مستوى السلع. طيب أستاذ عمر، يعني في محور أخير، من 78 إلى العام 19 و2000 كثير جدا من المتغيرات، سواء كان على المشهد الاقتصادي استثماري حتى رؤوس الأموال، حتى المشهد السياسي وعلاقات الدول الاستراتيجية. إذا تحدثنا في جانب آخر عن إمكانية هذا المعرض في توفير فرص أكبر للاستثمار في السودان، خاصة مع العهد الجديد المستشرف في السودان أخضر بإذن تعالى، إلى أي مدى ممكن يسهم إسهام حقيقي جدا في تبادل الشراكات السودانية ما بين الحكومة السودانية أو الجهات الاقتصاد السودانية ما بين المشهد الاقتصادي أو الواقع الآن الملموس؟ نعم، حقيقة الشركة لها دور كبير. الشركة هي شركة مساهمة عامة، الحكومة تمتلك جزء كبير جدا من الأسهم، وهي ذراع للحكومة، لوزارة الصناعة والتجارة والحكومة بصفة عامة، وزارة المالية، بنك السودان، في إن هي تدعم الاقتصاد القومي. السودان يعني واحنا نستشرف هذا العهد الجديد الذي نتفائل به جديدا، كان محظورا كما تعلمون لفترة طويلة جدا، نتمنى أن ينتهي هذا الحظر. العلاقات بين الدول وحركة الإنتاج والاستثمار هي تحتاج
الى تحويلات للعمله الصعبه، لامكانيات انك تحصل على التقانه الحديثه، ولكن لفتره طويله جدا لعدد من السنوات كنا محرومين من ذلك الا بصعوبه شديده. ولكن مع ذلك يعني الشركه السودانيه للمناطق الصرف الحره لم تتوقف ابدا عن انها يعني تنظم المعارض داخل السودان وخارج السودان، ونحن بالمناسبة حتى نشارك في معارض خارجية، نشارك في معرض إزمير في تركيا، نشارك في الجزائر، في الكويت، في إثيوبيا، في عدد كبير جدا من الدول. وهذه هذه المعارض جميعها متخصصة، ويعني عدد من الشركات تسهم معنا إلى هذه المعارض، وأكيد هي تستفيد من هذا من هذه المعارض وهذه المشاركات. لكن كانت الإشارة الحقيقية على أن السودان رغم الحظر الاقتصادي الذي تم إطلاقه في العام 17 و2000، لكن لم نشهد استحسان حقيقي أو ملموس على أرض الواقع، خاصة مع الحظر السودان لرعاية الدول أو مع اتهامه أن الدول راعية للإرهاب. هل سوف يؤثر هذا على مجريات العلاقات الخارجية والتدفقات الاستثمارية في السودان في عجالة؟ هو مؤكد تماما، ولعلكم يعني تسمعون وكلنا نسمع عن انه راس المال جبان. يعني راس المال عندما يتخوف من الظروف الاقتصاديه والسياسيه او الظروف يعني التي لا تمكنه من العمل بحريه، فهم يعني كثير من المستثمرين يخرجون خارج السودان او يقللون من استثماراتهم. الان حسب المشهد الذي نراه الان هناك يعني روح جديده في الاقتصاد، اقبال اكبر، هو اقبال اكبر. يعني حتى احنا الكلام ده بتشوفه في المعارض. صح. يعني الان لدينا المعرض الزراعي يمكن سنتحدث عنه، لكن اذا ذهبت الى هذا المعرض بتلقى احدث التقنيات في الزراعه الان موجوده عندنا في معرض الخرطوم الدولي، معرض متخصص، واكيد حنعمل معارض اخرى متخصصه في شتى الجوانب. يعني عندنا خلال الشهر ده عندنا معرض اخر، والشهر ديسمبر عندنا معرض، بالاضافه لمعرض الخرطوم الدولي، وسنه 2020 حتكون يعني سنه مهمه جدا في صناعة المعارض. كل يمكن عدد كبير جدا من الوزارات هي طلبت منا يعني انه ننظم بعض المعارض الخاصة بمجال الوزارة، ونحن نشكر كثير جدا من الوزارات، نشكر وزارة الزراعة الاتصالات، نشكر الصناعة والتجارة، هي تدعم تماما المعارض، وهم يعني لا يوفرون جهدا في دعم الشركة في انها هي تبرز ما يريده يعني الاقتصاد السوداني، واكيد لفائدة السودان بإذن الله. بإذن الله تعالى. نعم، أستاذ عمر إبراهيم عمر، مدير الإدارة العامة للمعارض والفندقة والسياحة بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، سعدنا جدا بك عبر هذه المساحة، ومنيت لكم بالتوفيق للخروج ببر الأمان إن شاء الله، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد سوداني قوي إن شاء الله من خلال ثقافة المعارض اللي هي مهمة جدا، ومن خلال عدد من الأعمال والمسؤوليات التي تقع على عاتقكم. شكرا لك. شكرا جزيلا، ويعني إذا سمحتوا لي في عجالة يعني أذكر الناس أنه الآن هناك المعرض الزراعي التغني، بدأ من 6 نوفمبر وينتهي يوم الأحد 10 من نوفمبر. يعني معرض مهم جدا، كل الناس المهتمين وطلبة الكليات الزراعة عليهم زيارة هذا المعرض، هو مفيد جدا. أيضا سيكون هناك معرض عن السياحة والسفر من 26 إلى 30 من شهر ديسمبر، سيكون معرض بإشراف وزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى معرض الخرطوم الدولي ومعارض أخرى. نرحب بكم جميعا ونشكركم، نشكر قناة الشروق، نشكر الأستاذ حسام، الأستاذ حمزة، نشكركم جدا على هذا اللقاء. وموفقين هي صباح ومساء طبعا، صباح ومساء إن شاء الله. المعرض الزراعي يبدأ من الساعة 1 ظهرا حتى 9 مساء يوميا. شكرا لك، مقدرين جدا.